رمضان بقى دخل علينا، فحبيت اعمل حاجة كده تشجيعية للاطفال، شجعهم على الصلاة. شايفين المصلية الجميلة دي؟ هنعملها مع بعض بخطوات سهلة جدا وبأقل تكلفة. ديت للبنات، وهيكون برضو فيه للاولاد، هصورها لكم. هيكون الاختلاف بينهم بسيط جدا. يلا بينا هنشوف مع بعض. بس قبل ما نبدأ الفيديو، ما تعمل لايك، تعمل سبسكرايب، وتفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد هعمله بإذن الله. يلا بينا نشوف ايه اللي هحتاجه. يلا، اول حاجه الخامات اللي انا هحتاجها علشان اعمل المصليه دي. انا عملت المصليه من قماش الجوخ، تمام. جبت نص متر قماش جوخ. طبعا انا جبت اللون الفوشيا ده، ممكن تجيبوا اي لون تاني انتوا حابينه. انا جبت نص متر قماش جوخ، وهعمل وهستخدم معاه الفرنش ده. انا مش عارفه اسمه فرنش او اسمه بلابل، هو بيكون ليه اسماء متعدده. لو عارفين اسمه اكتبولي في الكومنتات. جبت متر واحد، هستخدم نصه تحت ونصه فوق، تمام كده. يبقى انا استخدمت نص متر قماش جوخ للأرضية، ومتر واحد من الفرنش ده. ممكن نستبدله بأي شكل تاني لو احنا عايزين نغيره. احتاج ايه تاني علشان اعمل المصلية؟ هحتاج باترونات. الباترونات ديت هي اللي هتساعدني ان انا اعمل الاشكال اللي هتكون موجودة في المصلية. زي ايه؟ زي اول حاجة طبعا اساسية هي هتكون المسجد اللي انا هشتغل عليه، المسجد اللي هيكون في النص. المسجد ده انا كنت طبعاه على ورقة A3 واشتغلت عليه، فرغته وقصيته وحطيته على القماش واشتغلت عليه، تمام. وطبعت هلال والنجمة والورد اللي هنزين بيها تحت عشان هي هتكون مصلية لبنت، وسحاب فوق. وعملت ايه؟ وطبعت كمان قدم. اي خطوة من دي ممكن نحب نستبدلها لو احنا بنعرف نرسم، ممكن مش هندفع اي حاجة ونرسم ونشتغل على طول. واي حاجة برضو انتم مش عايزينها او مش حابينها انها تكون موجودة، دي حاجة طبعا اختيارية، شلوها او استبدلوها بالحاجة اللي انتم حابينها، والالوان طبعا اللي انتم تختاروها. يعني انا مثلا بجيب الوردة عندي اهي، ده الباترون اللي انا بشتغل عليه، ودي القماشة مثلا اللي انا عايزة اعمل عليها وردة. بحطها كده وبثبتها بدبابيس، لا اما دبوس هنا لا اما لزق. او حل تاني ان انا ممكن احدد عليها بالقلم، احدد بالقلم على ظهر القماش وابتدي اقصها، هتطلع لي هي هي بالظبط اهي، هتطلع لي هي هي بالظبط نفس الشكل. وهكذا طبعا بعمل في السحاب. اجيب مثلا قماش جوف لونه ابيض واعمل عليه، والنجمه لون اصفر واعمل عليه، وهكذا كلهم بقى، تمام. الفرق بين المصلية البناتي والمصلية الأولاد إن أنا هستخدم بدل الوردة هعمل نجمة سداسية من تحت. يعني أنا الاتنين هيكونوا نفس كل حاجة مع اختلاف الألوان، ولكن تحت بدل ما أحط وردة أحط النجمة في المصلية الأولاد، تمام كده. طبعا اختلاف الألوان والنجمة بس. يلا بينا نشوف الحاجة مع بعض. أول حاجة هلزق ده الأول، وبعد كده نلزق الأشكال. هنستخدم في لزقه مسدس شمع، أو إن احنا ممكن بدل مسدس الشمع طبعا ممكن نخيطه عادي بكل سهولة، ممكن يتخيط. هحط شمع بسيط على الأرض وابتدي ألزق الأطراف كده، وابتدي ألزقه. ناخد بالي وأنا بلزق. اي زيادة طبعا هنشيلها بالمقص. نحط فيها شمعة ونرجعها لورا.
وهنعمل الناحية التانية زيها بالظبط. هنعمل الجنب التاني زيها بالظبط اهو. علشان ما يفكش هرجعه لورا. كده شكلها بعد ما اتلزقت اهو. نعمل الناحية التانية برضه. كده لزقنا المصلية من الجنبين، لزقنا الفرنش فيها من فوق ومن تحت. الحاجات بقى اللي انا هلزقها اللي انا كنت قصت عليها بالباترون اهو. هنحتاج مسجد، المسجد اهو اللي احنا نفس اللي احنا كنا طابعينه اهو، استفاجي واحد، والورد هيتحط تحت. الأقدام اهي، نفس الأقدام بتاعة الباترون اللي أنا قصيت عليه بالظبط هو ده. نثبتها تحت هنا، والمسجد بقى يكون فوق. أول حاجة الثانية النجمة والسحاب والهلال، دول هيكونوا فوق. هنظبطهم من تحت، بعد كده نلزقهم. وطبعا زي ما قلنا ممكن نستخدم الخطوات اللزق دي بان احنا نخيطها كلها لو متوفر عندنا مكان. والمصلية دي انا كنت عاملاها طبقة واحدة، ولكن احنا ممكن نعملها طبقتين. هبتدي اثبت الجزء اللي تحت ده، ثبته بس، وبعد كده الزقه براحتي. بعد ما خلصت لزق الجزء اللي تحت ده هثبت الجزء اللي فوق، وبعد كده ألزقه بقى كله. واخد بالي وانا بلزق بالشمع علشان ما فيش اي حاجة تخرج مني بره.
غير الجزء ده هلزقه، وبعد كده ثبت بس الجزء اللي فوق ده الأول كده خلاص. بعد ما ثبتت المسجد وثبتت كمان من فوق الهلال والنجمة والساحات دي كده المصلية، بعد ما لزقنا عليها كل حاجة ثبتنا عليها كل حاجة بالشمع، طبعا زي ما اتفقنا ان احنا ممكن نستبدل خطوة الشمع دي ونخيطها كلها. لو لسه بتتفرج على الفيديو ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد هعمله بإذن الله.